صرح سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن السلطة التشريعية رفعت تقريرا مفصلا لأبرز أعمال ومهام مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني. عمل المجلسين قائم على شقين رئيسيين، وهما أهم الأدوات وأهم مهام السلطة التشريعية، اللي هو الأدوات التشريعية والأدوات الرقابية. ففي الأدوات التشريعية طبعا عندنا مراسيم القوانين، عندنا مشاريع القوانين تقدم الحكومة، وعندنا مشاريع القوانين المصاغة أصلا على اقتراحات بقوانين. في المقابل عندنا في الأعمال الرقابية عندنا الاقتراحات برقبة لدى مجلس النواب، تحديدا الأسئلة. ومن بداية هذا الدور الماضي اللي هو الدور الأول من الفصل الخامس تم إعادة هذه الأداء لمجلس الشورى بعد التعديل الدستوري، فأصبح من حق أعضاء الشورى توجيه الأسئلة إلى الوزراء. وتناول البعينين أبرز الأرقام التي جاءت في التقرير الذي حصر الأعمال المنجزة منذ ديسمبر العام المنصرم حتى شهر مايو الماضي من العام الجاري. تم إقرار 13 قانون من أصل 30 قانون موجودة لدى السلطة التشريعية، وإن شاء الله أن البقية تصور خلال بداية الدور الثاني. بالنسبة لمراسيم القوانين، 13 مرسوم بقانون، تم إقرار 11 مرسوم بقانون منها، وبقى لدى السلطة التشريعية وتحديدا لدى مجلس الشورى المرسوم الأول، هو مرسوم 49 سنة 18 بالنسبة للائحة الداخلية مجلس النواب، والمرسوم الآخر هو رقم 50 2018 بالنسبة للائحة الداخلية مجلس الشورى. كما أكد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب جهود المجلسين فيما بينهما وتعاونهما مع الحكومة الموقرة، وتطرق إلى أهم الملفات التي طرحت في دور الانعقاد الأول، أبرزها برنامج عمل الحكومة وبحرنة الوظائف وموضوع العامل المرن. عندنا مرسومين بقانونين صدروا بعد فض دور الانعقاد، أي طبعا سوف ينظرهم المجلس إن شاء الله مع بداية الدور الثاني من هذا الفصل. بالنسبة لمشاريع القوانين المصاغة بناء على اقتراحات بقوانين من السلطة التشريعية، كان لدى المجلسين 144 مقترح بقانون مصاغ على هيئة مشروع قانون، تم إقرار 4 مشاريع بقوانين من مجلس النواب. بالنسبة للجان التحقيق، تم تشكيل لجنة واحدة للتحقيق وهي بحرنة الوظائف، ولا تزال اللجنة قائمة. بالنسبة للمناقشة العامة، تم عقد مناقشة عامة واحدة بالنسبة للعامل المرن.